ومن العلامات الصغرى للساعة أن يكلم السباع والجمادات ابن آدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال: إنها أمارة من أمارات الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج من بيته فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته بما أحدث أهله من بعده. وفي رواية عند أحمد: لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسية ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فقيله بما أحدث أهله بعده.